اولا انا جد مسرور جدا وعندي الشرف ان استقبل الاخت حليمه وزيره العدل الليبيه والتي هي نموذج المرأة المغربية في النضال من أجل إحقاق العدالة كذلك النضال من أجل استقرار البلد وحماية أمنها وليبيا تسير في هذا الاتجاه ونحن في المغرب متمسكون جدا أولا بوحدة الدولة الليبية وبأمن واستقرار شعبه وبإيجاد حل مشترك يطرد على جميع الأطراف لأن ليبيا تحتاج, و... تحتاج إلى العالم العربي والعالم العربي يحتاج إلى ليبيا ليبيا دولة قوية لها موقع استراتيجي ولها تأثير كبير وهي كذلك عاطفيا عزيزة علينا قد أكدت أن الشعوب العربية رغم ما تعانيه تخرج مثل الفنيخ من الرماد الدفاعي يعني عن من الرماد الدفاع عن نفسها ولتاسيس دولتها هذا الاخت حبيب مرحبا بك في المغرب يشرفني كثيرا هذا الحضور بل يجعلني افتخر بدورك وبمكانتك وبالمهمه التي تقومين بها في بلدك وتاكدي وبلغي اخواننا في ليبيا عن تمسكنا بوحده دولتهم وامن شعبهم واستقرارهم وانا أنا متمنياتنا ومتمنياتنا ان تتجه ليبيا بشكل نهائي نحو الاستقرار ونحو تاسيس تلك الدوله القويه التي ستساهم في بناء العالم العربي وبناء استقرار العالم العربي والتي سيكون في عمل مشترك بيننا وبينكم في المستقبل من خدمه الشعبين الشقيقين الليبي والمغربي مرحبا بك احييكم انا مسروره جدا بين اخوتي وبين اشقائي احيي المملكه المغربيه من جلاله الملك وكذلك الحكومه وكذلك الشعب المغربي الشقيق أنا اليوم بالفعل بين إخوتي بدعوة كريمة من معالي السيد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي الذي لمسنا فيه بالفعل الأخوة الصادقة العمل الصادق العدالة العمل السياسي الجاد كذلك للبحث عن حقوق المواطن أينما كان وهذا هدفنا جميعاً سواء رجالاً أم نساء أنا أحييكم اليوم من هناك أو وزيرة عدل عربية الحمد لله ومن ليبيا تأسيسا نؤسس الحمد لله أنتم تعلمون أن ليبيا مرت بمراحل من النزاع ومن الفوضى من التدخلات والآن الحمد لله نسير باتجاهنا الصحيح نوثق أيضا كما تفضل معالي الوزير على وحدة ترابنا اللي وحدنا كل المؤسسات الان نحافظ على هذا التوحيد ونعمل اجل من اجل العداله من اجل المصالحه من اجل حقوق الانسان وعوده الاستقرار وعوده هيبه الدوله لا ننسى دعم اشقائنا في المملكه المغربيه ودعمهم الدائم لنا نحن ضاربين في جذورنا التاريخيه كذلك علاقاتنا واحدة. تاريخنا واحد، شعوبنا واحدة. أحييكم مرة أخرى وأنا سعيدة بلقائكم وإن شاء الله سيكون تبادل للخبرات وتبادل للتدريب وللتأهيل ولتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ولعدة مواضيع تخص الطرفين. شكراً لكم.